كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف صحه وخير وانتم عم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم رح نحكي عن كيف ناسس او كيف نساوي استوديو بعده بسيطه، ابسط المعدات اللي تصنع استوديو منزلي ببيتكم فباقل التكاليف، خرجكم تصنعوا استوديو منزلي ببيتكم تسجلوا فيه اغانيكم. معي اليوم ابو عزام الغالي، حابب اتشكره كثير انه بيطلع معي بفيديوهاتي، بيعطي جوله يعني الواحد بيطلع حاله ما يكمل ليه بدي اسوي. فابو عزام كمان يا جماعه متمشي، عنده استوديو احترافي ما شاء الله، وما بتعرفوا كمان انا عندي كمان استوديو احترافي في اسطنبول، فنوعا ما استوديوهات العربيه في اسطنبول كلها احنا مستلمينها. في كم استوديو كمان هسه، في استوديوهات عربيه احترافيه اكثر واكثر، يعني كمان كل شيء يعني اكيد دائما نقول في لاي شيء طبعاً. مستويات يعني. طبعا يعني في مستويات في استوديوهات كثير يكون تمويلها عالي، الميكروفون لحاله يكون فيها فلنفرض 10000 دولار 8000 دولار، وفي استوديوهات بيكون نوعا ما ب 2000 دولار مسويين استوديو كله. اليوم رح نحكي لكم عن كيف تصنعوا الاستوديو تبعكم في بيتكم باقل التكاليف، التكاليف ما حتكون كثير عليكم ابدا ابدا، فاذا كنتوا مهتمين كملوا الفيديو للاخير. اول شيء انا بعتقد اهم شيء نحكي عن الكمبيوتر، الكمبيوتر رح نحكي عليه، يفترض يكون نوعا ما عندكم اي نوع كمبيوتر او لابتوب، يكون نوعا ما معالج اي 5 فما فوق، بس الفكره حلوه اذا عندك لابتوبك الخاص حاليا في البيت تستخدمه انت في البيت. اذا كور اي 5 فما فوق تماما بيشتغل. تماما، فعندك لابتوبك الخاص، خلصنا من مرحله اللابتوب. هلا بعدنا بنجيب اللابتوب، في عندنا اول شيء الاوديو بوكس ومن ثم الميكروفون، اللي هي يعتبر نوعا ما اهم شيء. اهم عنصر بالاستوديو. هذا الاوديو بوكس يا جماعه بيكون عباره عن جهاز بنوصل بيو اس بي للكمبيوتر، ونوعا ما بيكون في له وصلات جاك لحتى ينوصل عليهم الميكروفون او وصله الجاك او الانسترومنت اللي بتروح للجيتار ولا للاورج ولا لاي اله موسيقيه، وين وصله الميكروفون بيكون. ففي اوديو بوكسات يطلع سعرهم حرفيا 50 دولار و75 دولار، بروح من الاوديو بوكس وصله خارجيه الى المايكروفون. المايكروفون يا جماعه عندنا هون نحن هلا مايكروفون رود، طبعا هذا الميكروفون يعتبر نوعا ما غالي، ما راح يناسب الاستديوهات المنزليه. الاستديو المنزلي خشته او ميكروفون مثل سكارلت فوكس رايت، راح اكتب لكم الماركه هون، بيطلع سعر الميكروفون تقريبا 75 دولار او 100 دولار، وبالتالي انتم خشكم تدفعوا 100 دولار 125 دولار لحتى تجيبوا الميكروفون مع الاوديو بوكس، وبالتالي تكون خرجكم تباشروا في التسجيل. تمام، بس كمان في شغله بدي انوهها ليها، انه اليوم لما انت بتجيب مايك غالي شوي هذا ممكن يريحك بالعزل، اذا بدك تجيب مايك دقته خفيفة فصفة كمان بدك تشتغل على العزل كتير، اللي بكون عنده مساحة غرفة صغيرة هو قادر انه يعزلها صح، فنوع المايك اذا جابه شوي رخيص ما بيأثر، بس اذا كان عنده مساحة كبيرة وما بده يعزله بده مايك غالي. في فكرة للعزل مثل ما قال ابو عزام، كان بنحكي عن العزل، اول شيء ما بيعرف شو هو العزل، العزل يا جماعة بكل بساطة هو عدم تردد الصوت اثناء التسجيل، يعني انت تسجل بدك الصوت ينسحب للميكروفون مرة واحدة، ما بدك الصوت ينضرب بالحيط ويرتد. في حل كتير حلو مجاني تماما لحتى تعزل انت اكبر غرفه، اللي هي صفه البيض، حرفيا باستديو من الاستديوهات صارت باسطنبول، جبنا صفه بيض وحطيناه على الحيطان، هذا سفنج بعزل، بس بدل ما تجيب سفنج اللي هذا بيكلف السفنج، كل مربع بيطلع حقه تقريبا 7 دولار 8 دولار، بينما اذا جبت صفوزه بيض، جيب صفه بيض وحطه على زاويه الميكروفون، يعني مثلا عندنا هون الميكروفون، حط هي الزاويه من هون لهون كلها صفوزه بيض، مو صفط صفط صفط، صفطين 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 او ثلاث صفطات بيض، ثلاث صفطات بيض، هي الفكره نوعا ما بتعزل الصوت بطريقه جيده جدا، لاني مجانيه بالنهايه، اكيد ما حتعزل مثل السفنجات، بس جدا فعاله هالطريقه، فتجيب صفط بيض، صفط بيض، صفط بيض، صفط بيض، انت نوعا ما مشيت امورك بالعزل، صار عندك اوديو بوكس موصول على الكمبيوتر وعندك ميكروفون ب 125 دولار، نوعا ما اكيد كل ما طلعت بالسعر كل ما كان افضل مثل ما قال ابو عزام، وعزلنا بصفط البيض بشكل مجاني، ضل عندنا بقى لهون الشغلات الاختياريه اللي هي يكون عندك ميدي، طبعا يا جماعه هذا الميدي كمان يعتبر احترافي، في ميدي يكون صغير اوكتاف واحد ولا اوكتافين غير ماركه بسيط للمنزلي، الميدي شو مهم تحديدا هو صناعه الموسيقى، فاذا انت كنت رابر مثل ما قال ابو عزام ما في داعي تجيب العده، خليك انت تجيب ارخص، اذا انت كنت رابر ما في داعي الميدي، انت بتنزل بيت من النت وبتخلص القصه بتغني فوقه، بس اذا كنت حابب تصنع موسيقى وتعزف موسيقى لازم تجيب ميدي نوعا ما وتتعلم عليه، كمان الميدي بيطلع سعره بين ال 50 دولار مينيموم 50 دولار، رح احط لكم ماركات، الى اكيد الميدي بيطلع سعره 3000 4000 دولار. هلا انا بس بدي اضيف شيء عموره بالنسبه للرابر، يعني اليوم خلينا نحن انت عم تعطي فكره استوديو بسيط لرابر او ليوتيوبر تمام، فانا عندي نصيحه لكثير ناس عم توقع بغلط، اليوم انت فيك تستغني عن الميدي، فيك تستغني عن التوزيع، فيك تستغني عن انك تجيب الات شرقيه الا اذا بدك تصنع بيت مثلا خلينا نقول في سولو شرقي، بس في حل للرابر المبتدئين اذا بدك، في موقع اسمه ميكساوند، طبعا انا ماني عم بعمل له
التسويق. بس موقع ميك ساوند بتح لك ما يقارب 30,000 مقطوعة موسيقية، في بيناتهم 10,000 بيت. هدول البيتات اللي هني منتشرة على اليوتيوب أغلبهم، هدول مسروقين من الميك ساوند. يعني اليوتيوبر اليوم عم بنزل الأغنية تبعه أو البيت تبعه عم بلاقي عليه حقوق طبعًا مادية. طبعا ميك ساوند هو موقع بنزل الموسيقى ما عليه حقوق نشر. لا، موقع الميك ساوند كل الموسيقى تبعه إلى حقوق نشر، ولكن أنت بتشترك فيه. اشتراكه ما يقارب 200 يورو بالسنة. ها 200 يورو بالسنة. 200 يورو بالسنة، يعني أنت إذا بدك تروح تصنع أغنية وحدة أو بيت واحد رح يكلفك 100 يورو. فأنت لما عم تشترك بالميك ساوند عندك ما يقارب 10,000 بيت هني صاروا متاح استخدامهم إلك. يعني إذا حدا غيرك أنت بتنزلهم على قناتك لأنك مشترك من الإيميل ودافع لهم من الإيميل تبعك. إذا حدا بياخد الأغنية تبعك بنزلها على قناته بيطلع لي حقوق ملكية. حدا بجرب يسرق البيت تبعك اذا لقاه على اليوتيوب وبده يعمل عليه اغنيه رح يطلع عليه حقوق ملكيه. نعم. فهاي انا النصيحه عم بنصحها لكثير ناس، انه انت اليوم اذا عم تشتغل راب او غربه روح اشترك بالميك ساوند رح تلاقي 30,000 مقطع موسيقى. بكل بساطه يا جماعه، اذا انت تساوي كل شهر اغنيه فلنفرض، ف 200 يورو بالسنه يعتبر لا شيء. طبعا احنا ما عم نسوي اعلان، لا مو اعلان، انا عم بعطيك نصيحه. اذا انت تساوي اغنيه كل شهر بحقلك تساوي 12 اغنيه، انت حليت مشكله اللحن والتوزيع وكل شيء. ضل لامس عندك مشكله التسجيل صوتك في الميكروفون وفي الاوديو بوكس، ضل عندك مشكله المكسجه. جينا على الاخير، المكسجه يا جماعه بكل بساطه بدها اذن موسيقيه نظيفه. انا هيك رايي، بدها شخص شاطر. اي برنامج نشتغل عليه في المكسجه، نشتغل على الكيوبيز، على البرو تولز، على اللوجيك برو، على اف اس ستوديو. راح احط لكم اللوجويات هون، اف ال ستوديو، كيوبيز، برو تولز، ولوجيك برو. اكثر اربع بنصح فيهم لانه انا ما استخدمتهم بشكل شخصي وكثير كانوا فعالين. في كثير فيديوهات على يوتيوب توتوريال كيف تتعلم تستخدم هالبرامج. هي قصه مثل المونتاج، يعني كيف واحد يتعلم يمنتج، كمان واحد يتعلم مكسج. بس مثل ما قلت لكم القصه بتضل فيها لمسه ابداعيه لازم يكون شخص. يعني انا بنصح دائما بنصح بانه المغني ما هو يمكسج اغنيته بالذات، تحديدا اغنيته. العقل البشري ما بيتقبل صوتك لانك تسمعه، يعني صح. هذا الشيء اي انسان، وهلا 90% او اذا 100% يعني انا براهنك من المتابعين اذا بسجلوا صوتهم على الموبايل ما بحبوا يسمعوا. نعم. ليش؟ بقولوا لك انه صوتنا مو حلو. هذا الشيء غلط. لا يا جماعه، الصوت تبعكم هو حلو مثل ما انتم بتحكوا وعم تسمعوه، يعني ما في شيء ما حلو او تغير. نعم. ولكن العقل البشري تحليلاته طبعاً بتختلف، يعني ذبذبات الصوت لما توصل على الاذن غير لما بتسمع انت من جهاز. فصعب انه شخص هو يغني وهو يمكسج لحاله، لو عنده خبره يفضل انه ياخذ ذوق ثاني، ياخذ ذوق ثاني، ياخذ راي ثاني. هذا الشيء فعلا صح. اغلبيه الناس المغنيين تحديدا بيقولوا انه انا ما بحب صوتي قد ما بحبوا الناس. اكيد بحبوا صوتهم لانهم مغنيين بالنهايه لازم يحبوا صوتهم، بس تلاقي انه الجمهور بيحب صوت المغني اكثر من المغني بحد ذاته. يعني هي مشكله بالعقل البشري. نعم. العقل البشري صعب عليه يحلل الزبزبات. نعم منطقي هذا الشيء. هذا شيء علمي على فكرة. لا لا منطقي. لهون وصلنا لنهاية الفيديو يا جماعة. حابب أضيف شيء أبو عزام الغالي؟ لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، ادعمونا عمورة، تسلموا لي، انشروا الفيديو هذا. تسلم لي يا غالي، بتمنى تكونوا استفدتوا على أرض الواقع. في حال عندكم أي سؤال بتمنى تكتبوه في التعليقات، رح أحاول أرد على قدر الإمكان من التعليقات. بشوفكم فيديو جديد وإلى اللقاء.